هزت الشباك هز. هنا تمريرة في لعب أشرف نعمان والكرة التي تهرب من تيدي جيمس. خليل بني عطية يدوزنها، خليل بني عطية يفعلها، خليل بني عطية يفتتح التسجيل للزعيم في هذه المباراة. هدف أول. الفيصلي، خليل بني عطية صانع المجد في هذه المباراة. هدف ثاني. الفيصلي الزعيم، النصر الأزرق، النصر الأزرق، النصر الأزرق يسجل. هوبا هوبا، كرة ارتطمت بالقائم، دوزنها خليل بني عطية بقدمه اليمنى، يهز الشباك اليمنية مرة ثانية، مرة ثانية خليل بني عطية حاضر دائما.